أطلق عدد من الممثلين اللبنانيين نداء خطيرا قبل يومين عبر موقع تويتر، يطالبون فيه السماح بتصوير المسلسلات والأعمال الفنية بعد إيقافها في لبنان منذ منتصف مارس الماضي. وكتبت ماجي بغصن وهي إحدى المشاركات في هذه الحملة عبر حسابها، طالبت شركات الإنتاج خفضت هذه هي التغريدة لماجي غصن. غردت قائلة: شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات كورونا للكل، وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير، وبإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة كل يوم درجة حرارة الأشخاص. شو بيمنع أنه نرجع نصور مثل ما صار بالإمارات ومصر؟ الآلاف آلاف العائلات عم تعيش من وراء هذا القطاع. وأطلق الفنانون المشاركون بالحملة هاشتاك لازم نكمل التصوير، وذلك بعد توقف تسبب بخسائر كبيرة في الوسط الفني اللبناني، وأيضا تسبب بإرباك برامج لدى القنوات العارضة والجمهور على حد سواء. ومن الفنانين الذين تفاعلوا بنفس الموضوع كانت سيرين عبد النور التي كتبت، ماذا كتبت سيرين؟ هذه هي التغريدة: شو بيمنع نرجع على التصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص. أما الممثلة كارمن فغردت هنا: ليه انتقدونا على حملة لازم نكمل تصوير؟ نحن مش بهوليوود ومعنا ملايين، نحن عمال موسميين وفي فنيين عمال يوميين ما بيقبضوا بلا شغل. أيضا الممثلة دانييلا غردت على هذا الموضوع: بما أنه الفريق ملتزم ببيته من 3 أسابيع وعملنا فحص وراح ننحجر بمكان واحد، عندي ثقة بالتدابير اللي تأخذها شركة الإنتاج وبظن منصير قادرين نصور. أيضا تغريدة للممثل عادل كرم كتب: معظم الأعمال يمكن ما نلحق نخلصها، بس على القليل نقدر نخفف خسائر على المنتجين ونأمن شغل لكل التقنيين بالحد الأدنى من الأشخاص. توسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا من بيروت الناقد الفني محمد حجازي. محمد أهلا بك معنا، تبعنا هذه الحملة، هذه التغريدات، هذه التعليقات. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الحملة دعنا نتحدث عن وضع الوسط الفني مع إيقاف كل التصوير، كيف يبدو المشهد الآن في لبنان؟ أولا تحية لك وتحية لكل المشاهدين. أرغب في القول بداية بأن التجربة المصرية في التعاطي مع عودة التصوير واستئناف هذا التصوير لمعظم المسلسلات، إضافة إلى التجربة الأخرى التي قاموا بها في الإمارات، إضافة إلى عدة تجارب، أثبتت بأن هناك إمكانية لأن نتابع التصوير ضمن يعني الأصول الصحية مراعاة لمنع العدوى من الانتشار في حال كان هناك أي مشكلة. يعني ما حصل في مصر أبدا لم يسجل حتى الآن ولا حادثة معينة تقول بأن هناك مشكلة مع أحد الفنانين أو الفنيين أو العاملين في الفرق الفنية التي تنفذ هذه الأعمال. سمعنا عما يقارب 20 مسلسلا، كل هذه المسلسلات باتت جاهزة وبدون مشاكل. إذن ما حصل يدعونا لأن يعني نطبق هذا المناخ في لبنان. في تونس أمس تم إعلام من وزارة الثقافة بأن هناك يعني أذونات أعطيت لعدد من المسلسلات لكي تستكمل ما كانت بدأته من تصوير ضمن أطر صحية يتم مراعاتها منعا لحصول أي عدوى. نحن في لبنان كانت هناك مشكلة قبل هذا يعني هذه الدعوة التي حصلت أمس، هذه دعوة جديدة، هناك دعوة سبقتها بأيام. هذه الدعوة كان وراءها نقيب الممثلين نعبي بدوي الحالي ونقيب الممثلين الذي سبقه جان أسيس، أصدر يعني نوعا من بيان موقع من حوالي 35 ممثلا لبنانيا، كلهم لا يريدون العودة، خائفون من إمكانية حصول أي إشكال خلال التصوير. فورا بعد أيام ها نحن نرى أن مجموعة أخرى من الممثلين تقول الكلام المعاكس،
يعني ربما لأنهم لاحظوا أن التجربة التونسية تنجح، التجربة المصرية تنجح، والتجربة الإماراتية تنجح، فلماذا لا نطبق هذه التجربة على بيروت؟ جميل. هناك ما يقارب لماذا لا تطبق هذه التجربة في بيروت سيد محمد؟ يعني الآن هذه الحملة، خلونا نكمل تصوير. نعم، تبدأ هذه الحملة، بالتالي هل من أذان صاغية سيد محمد، وبيد من القرار اليوم؟ القرار بيد وزير الداخلية، وزير الداخلية السيد محمد فهمي هو الذي يعني أشار في أحد تصريحاته وقال إذا كان هناك من مجال لإعطاء أذونات استثنائية لمتابعة تصوير بعض الأعمال فإن الوزارة جاهزة لكي تعطي أذونات ضمن أطر صحية متبعة لكي نحمي الفنانين والفنيين وحتى العاملين في هذه الفرق. بالعكس، كان هناك تجاوب من الدولة اللبنانية. المشكلة كانت في بعض الاعتراضات من بعض الفنانين الذي حصل منذ أيام، هذه المشكلة. طب هذا يقودني للتساؤل مجددا، السؤال الذي بدأت به هذا اللقاء سيد محمد، هو إلى أي مدى تضرر فعلا القطاع الفني اليوم في لبنان بسبب إيقاف كل يعني التصوير بشكل أو بآخر؟ سيدتي، هناك ثلاث شركات كبيرة في لبنان، يعني إحدى الشركات وهي شركة صباح أخوان صباح تنتج 8 أعمال دفعة واحدة للشهر الكريم، وهناك أيضا شركتان أخريان عندهما أيضا ما يقارب 12 مسلسلا قيد التنفيذ، يعني هناك مسلسلات باتت في نصف التنفيذ، هناك مسلسلات أكثر، يعني في مشكلة. وهناك أيضا المحطات الفضائية العربية التي تنتظر هذه الأعمال وترغب في حصولها على هذه الأعمال لكي تمول كامل يعني فترات برامجها على الهواء خلال الشهر الكريم. طبعا هناك خسائر ستكون كبيرة في حال لا سمح الله لم يتم استكمال التصوير. يعني هناك أكثر من طرح صار مطروح لحد الآن، وهو إما أن ندفع بالشهر الكريم يعني بدءا من 15 رمضان وصاعدا، وإما أن نلغي كل يعني البرمجة الرمضانية ونجعل البرمجة الرمضانية التي كانت معتمدة في غير الشهر الكريم، يعني أن ندفع بكل الشهر إلى شهر آخر، إلى تموز، إلى آب، إلى أيلول. هذا كان أحد الطروحات، لكن يبدو، وهذا كلام يعني من معلومات، يبدو أن هناك حلحلة في موضوع استئناف التصوير في بيروت. هناك إمكانية لأن تعول فرق التصوير عبر أذونات استثنائية لكي تتمكن هذه المسلسلات من أن تنجز وضمن الأطر الصحية التي يجب أن يراعوها جميعا. شكرا لك على المشاركة معنا سيد محمد حجازي الناقد الفني، كنت معنا من بيروت.